الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال شاعر: أولئك أباني فجئني بمثلهم أولئك أباني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أيها الإخوة الكرام، إن من سمات الأخلاق والإنصاف سلامة قلوبهم للصحابة الأطهار والرفض عن حرماتهم وأعراضهم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبغض أحدا منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الإخوة الكرام، لقد منعت الشريعة الإسلامية عن سب الصحابة فأنه يتسبب في لعنة الله، كما ورد في الحديث: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أحد السلف: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فكيف يسب الذين لقد رضي الله عنهم، حيث قال: لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأختم كلامي بقول شاعر: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.